بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب مسند الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. المجلس 60 في هذا الكتاب. ومن كتاب الأشربة الحديث 82 بعد 300 والألف. قال: أخبرنا الربيع وهو المرادي، قال: حدثنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا الحديث صالح لليوم الأيام، لأن كل فترة وكل عصر يطلعوا لنا خمور جديدة بأسماء جديدة، وبالتالي هذا صالح لكل زمان. مهما ابتدع الناس أشربة، فالعبرة يسكر يبقى حرام، لا يسكر يبقى حلال، فالعبرة بالإسكار في الشراب أي نوع. العرب ما كانتش تعرف إلا يعني الخمر اللي معمول من التمر واللي معمول من الزبيب اللي هو العنب يعني، بس هم دول اللي كانوا يعرفوه. بعدين لما في اليمن كانوا يعرفوا نوع من الخمور بيعملوها من الشعير اللي بيسموها في مصر بوظه، وبعد كده بقى عملوا كونياك وعملوا مش عارف ويسكي وعملوا حاجات كتير، ولسه بيعملوا. احنا مش متابعين طبعا، لان احنا ما بنشربش الحاجات دي، فاحنا مش متابعين يعني اب تو ديت، واخد بالك؟ لكن كل فتره بيطلعوا حاجات كتير وحاجات لا حصر لها ولا نهايه. فكل ما اسكر يبقى حرام خلاص. يبقى الحديث ده صالح، يبقى ايه عنوان ايه ليوم القيامه بغض النظر عن الاسماء ايه بقى. وحرام ايه من الكبائر، لان الخمر حرام من الكبائر. وما اسكر كثيره يحرم قليله. يعني مثلا في عند المسيحيين يقول لك الحرام من الخمر اللي يسكر، لكن لو خدت شربت كاس ولا اتنين كده تتنعنش مفيش اشكال، واخد بالك؟ عشان كده تلاقيهم منعنشين. لا، احنا عندنا ما ينفعش. يعني ما اسكر كثيره قل ولو قطره منه، فهمت بقى؟ ولو قطره. اليهود عندهم يشربوا الخمره ويسكروا، يقول لك ايه مش حرام عندنا. طبعا ده الحرام، الخمر حرام في كل الشرائع، انتوا اللي بدلتوا شرائعكم، فهمت؟ هم اللي بدلوا شرعهم ويدعوا ان الايه ان الخمر ليست حرام في التوراه. ما فيش دين من الاديان الا وحرم شرب الخمر، لان الخمر يؤثر على العقل والعقل مناط التكليف. فازاي انت تخرج ايه وتؤثر على محل شرفك وهو تكليفك من الله عز وجل، هو ده محل التشريف. فناخد بالنا ان كل الخمور حرام بغض النظر عن الكميه اللي بتسكر. يعني يقول لك ما كان ملء الفرق منه يسكر فملء الكف منه حرام. الفرق ده يعني زي برميل، يعني لو هتشرب برميل تسكر يبقى كوباية صغيرة منه، فنجان زي ده منه حرام برضه، فهمت بقى؟ وعن أبي قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع. البتع ده بقى ايه؟ زي البوظة كده، شراب يتخذ من الشعير ويسيبوه لما يتخمر وبعدين يشربه، يسموه البتع. فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وقيل البتع نبيذ من العسل، يخلطوا ساعات العسل ايه على قليل من الشعير أو القمح، كمية بسيطة، ويسيبوه كده مدة طويلة، يقفلوا عليه، وبعد كده لما يفور
يبتلوا بعد كده يشربوا، يبقى يسموه ايه؟ بتا. وعنه به قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. وقال مالك قال زيد بن أسلم هي السكركة ولا السكركة؟ السكركة حاجة اسمها غريب أوي. السكركة يا سيدي دي بقى خمرة معمولة من الذرة. السكركة حتى اسمها يا أخي مقرف، تفكرك بالسكر برضو والعربدة يعني. يبقى السكركة يا سيدي دي نوع من الخمور اتخذ من الذرة، سموها الغبيراء. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، يعني ما يدخلش الجنة. يعني معناه حرمها في الآخرة يعني إيه؟ يعني يدخل الجنة وما يشربش خمر الجنة؟ لا، مش هيدخل الجنة يعني. لان الجنه ما فيهاش تحريم، فهمت؟ يعني ما فيهاش يدخل الجنه ويقولوا له ما تشربش خمر، الجنه ما فيهاش تحريم. فما يقول لك حرمها في الاخره معناه ما يدخلش الجنه. لماذا؟ لان الجنه لا تحريم فيها، فهمت؟ ربنا خلقها ايه؟ يتمتع بها داخليا، فهمت؟ ما فيش حاجه ايه محظوره فيها، كل اللي فيها مباح تستعمله. فلما النبي يقول ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة معناه لا يدخل الجنة من. وعنه به قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر. عارف انت لما يجيب التمرة اللي هي ايه الناشفة لسه وهي حمرة كده او صفرة يفضخها يعني ايه يعني يضربها كده يقوم ايه تتشرخ يسموه فضيخ، وبعدين يحط التمرة الفضيخ دي ويحط عليها مية ويحط عليها كمان ايه شوية ايه تمر وبعدين يقفل عليها ويسيبها بقى كده ايه شهر اتنين تلاتة تعتق تقوم تعمل خمر، يسموه ايه؟ يسموه يا سيدي فضيخ، فضيخ وتمر، نوع من الخمر يعني. كانوا بيشربوه قبل تحريم الخمر، يعني هو بيقدم لهم سيدنا أنس ضيافة من النوع لأن لسه لم تحرم الخمر. فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. هو مخزن عنده بقى براميل جوه، قال له قوم اكسر كل ده. سرعة ايه؟ سرعة الايه؟ الالتزام بالامر، مش يتحجج يقول لك ده خبر واحد وخبر الواحد ليس بحجة، استنى ما نسأل اما نتأكد، اشرب يا جدع وبعدين يبقى نتأكد. لا، ما عندهمش الحكاية دي. عارف لو احنا نقول لك اشرب يا جدع وبعدين نبقى نتأكد اما نقابل النبي بقى ان شاء الله بكرة في صلاة الفجر نبقى نسأله، لان ده خبر واحد وممكن يكون اختلط عليه الامر. لا، شوف سرعة كأن هم كانوا مؤهلين ان الخمر هتحرم، لان كانت في ايات في الاول كتيره جت تتعامل مع الخمر معامله ايه؟ الحظر التدريجي، فهمت؟ قال لهم يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني ايه؟ داله ان فيها اسم، دي اول ايه تزم الخمر، واخد بالك؟ وبعدين قال تتخذون انه ايه؟ سكرا ورزقا حسنا. يبقى الخمره دي مش رزق حسن. شوف السكر، كل دي تلميحات جت نزلت في القرآن، ففهموا الصحابة انه بقى مؤهلين ان هيجي يوم ربنا هيحرم. وبعدين قال لهم بعد كده ايه؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يعني هتصلي ما تسكرش بس، لكن خلصت صلاة ايش؟ يبقى عرفوا بقى انه كانوا مؤهلين ان في يوم من الايام هتيجي تحريم الخمر. عشان كده اول ما سمع الصوت
التوقع كان موجود عندهم فين، فسد على طول وقال له كسر بقى كل الجرار دي وارمي ده كله، خدت بالك؟ وفي هذا يدل على ان خبر الواحد ايه حجه، خبر الواحد حجه، او سمعوا خبر واحد ما طلبوش ايه شاهد معاه، بالذات في الزمن اللي كان يغلو فيه العداله عدم الكذب، يعني كان زمانهم ايه ما فيهوش كذب، كانوا كلهم عدول محدش يكذب، لكن مش معصومين، ممكن يعصوا ربهم ويتوبوا لكن ايه ما يكذبوش، فهمت؟ هذه معنى عداله الصحابه. عداله الصحابه ليست معنى عصمته او عدم وقوعه في ذنب، لا، معناه انه لا يكذب، فاذا اخبر عن النبي تصدق، فهمت؟ هذه كل الحكايه. لكن معصية الصحابي مختلف عن معصيتنا، لأن الصحابي يعمل معصية مرة واحدة وضميره يأنبه ويتوب، وأنت تعملها 100 مرة على ما تتوب. أه كده فرق كبير، ها؟ فرق كبير. ضميرهم صاحي يعني، نفسهم اللوامة صاحية، فهمت؟ متيقظة. فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى ذي الجرار فاكسرها، قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلي حتى تكسرت. مهرس يعني ايه؟ آلة من آلات الحرس اللي بيستعملوها في الزراعة يعني، فمسكوا كده وراح ايه ضرب الجرار باليد بتاعته لحد ما كسرها. ما قالوش مثلا طب خلاص مش هنشربها نبيعها لليهود، هم بيشربوا خمرة، ما عندهمش الالتواء ده على الأحكام، يقول لك بدل ما تضيع ماليتها احنا مش هنشربها خلاص سمعنا وقطعنا، طب ما نبيعها، لا ما يفكروش كده، لان ما حرم شربه حرم اقتناه وحرم بيعه وحرم شراءه وحرم صناعته، على طول يفهموا كده، هم بيفهموا الاحكام على طول سهله، فهمت؟ كل ما يحرم ايه شربه او اكله يحرم ايه؟ يحرم صناعته ويحرم حمله ويحرم تجارته ويحرم ثمنه. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أمه وكانت قد صلت القبلتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته. يعني أما تحط تمر في ماء ما تحطش معاه نوع تاني، زبيب مثلا، ليه؟ ده اسمه خليطين بقى، لأنك بتحط زبيب مع التمر في المية وتعمل كده إيه نبيذ من زبيب وتمر في بيئة حارة ما عندهمش تلاجات والشمس حامية والجو حار، يسارع في التخمر. الخليطين يسرع تخمرهم عن إيه؟ عن النوع الواحد، فهمت؟ فالنبي نهى عن الخليطين حتى لا تضيع مالية المشروب، وإلا لو تخمر هيرميه، يبقى كده ضاع ماليته، فهمت؟ لكن احنا دلوقتي بنحط اكتر من نوع، نحط قراصيه ومشمشيه وتين وزبيب وجوز هند وايه تاني ونسميها خشاف في الاخر، واخد بالك ازاي؟ وعين جمل، وشغلانه كبيره كده. المصريين دول يا اخي صعبين قوي، في رمضان بيعملوا شغل جامد، واخد بالك؟ بيعملوا يحطوا 20 نوع مع بعض مش كده، ويخلطوا لك ويقول لك تفطر عليه. لا يعني تفطر عليه مع ان البتاع وجبه، ده لحد ما يجيب لك حله المحشي، هذه شغلانه ثانيه، فهمت؟ فاحنا ليه بقى بنقولش ان حرام؟ لان عندنا ثلاجه بنحطها في الثلاجه، فالثلاجه تمنع التخمر، فهمت بقى ازاي؟ فما يحصلوش فيه التخمر. لكن هم في بيئه حاره وما فيش ايه وسائل للحفظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم انك انت حتى اما تعمل نبيذ من نوع واحد تشربه في اول يومين، وثالث يوم يا تشربه لجيرانك يا ترميه، لانه هيكون حمض بقى، لغه المصريين يقول لك ده حمض. حمد يعني تخمر، فهمت بقى؟ نهى عن الخليطين وقال انبذوا كل واحد منهما على حدته. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن ابن أبي أوفى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر. دي نوع من الجرار كانت بتبقى ما ملهاش مسام، مغلقة خالص وضيقة الفوهة، يعني مش واسعة من فوق، فلما تحط فيها الحاجة وتقفل عليها وبيئة حارة تتخمر على طول،
فهمت ازاي؟ يحصل ايه؟ حموضه في الايه؟ في الخليط، فتبقى ايه؟ تسكر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الاخضر والابيض والاحمر. ودي انواع انيه كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم بيسرع بها فيها الاخمار. وعنه به قال: اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه قيل له: ليس كل الناس يجد سقاء، فاذن في الجر غير المزفت. كانوا ساعات يجيب الجرار، انت عارف لما تعملها من الفخار، وبعدين لو حطيت فيها حاجه تنشع، مش كده؟ بتنشع كده. فكانوا بقى ايام الصحابه يعملوا ايه؟ يزفتها، يحط قار او زفت يعني يليطها كده من خارج الجدار بتاعها عشان يمنع تسرب ما وضع فيه، يسموه المزفت او المقير، فهمت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن لهم في غير المزفت. ليه؟ لان لما بيبقى ليه مسام بيتتاخر التخمر شويه، لكن لما يبقى المسام كلها مغلقه بيبقى ايه؟ الطبيعه اللي جواه كميه الاكسجين فيها قليله قوي، وكميه الاكسجين لما تقل داخل الاناء يسرع ايه؟ تفاعل بكتيريا التخمر، لان بكتيريا التخمر بكتيريا غير هوائيه، فهمت؟ لكن لما يبقى في مسام والفوهه بتاعته واسعه الهواء بيجري وبيتهوى، يقوم ساعتها يمنع بقى ايه؟ تخمر ايه اللي في الاناء. وعنه به قال: اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء والمزفر. والدباء اللي هو الانيه، عارف انت قرعه العسل الكبيره دي ضخمه معروفه، يجوا كانوا ايه؟ يقسموها بالنص ويفرغها ويسيبها تجف، تبقى زي الاناء، تبقى فاضيه من جواها اناء، يسموه ايه؟ الدباء، انيه الدباء. دي برضو لما تعملها وتحط فيها تمر على ميه يسرع فيه التخمر، فهمت؟ فنهى عن الدباء، انيه الدباء، كويس؟ وكذلك المزفت اللي احنا شرحناه لكم من شويه. قال: ثم يقول ابو هريره: واجتنبوا الحناتم والنقير. الحنتم نوع من الانيه برضو الخضراء والصفراء والحمراء اللي احنا قلنا عليها قبل كده. والنقير لما يقطعوا شجره او نخله بيبقى جذعها لازق في الارض، يقوم يجوا يروحوا نقرينه ويعملوه ايه؟ اناء يحطوا فيه، يسموه النقير. يبقى عباره عن ايه؟ اناء من جذع شجره او نخله بعد ما ينقروه. ينقروه يعني يحفروا وسطه بحيث يخلوه مجوف ويستعملوه كاناء. كل دي انيه كانت مستعمله في العصر النبوي صلى الله عليه وسلم وفي قبائل العرب المختلفه، إلا أن استعمالها في النبيذ كان يؤدي إلى سرعة الإسكار بسبب طبيعة الحرارة الجو، فنهى النبي عن استعمالها. بعد كده النهي نسخ لما استقر تحريم الخمر وقال لهم: انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة. بعد ما استقر عندهم بقى تحريم الخمر عرفوا، قال لهم خلاص أي وعاء انتبذ فيه بس احتاط ألا تشرب مسكر، فهمت؟ وعنه به قال: أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: سمعت أنسا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه. والنبيذ يعني إيه؟ إنك تلقي، يعني تنبذ الشيء، يعني تلقيه، تلقي التمر جوه المية، نبذ التمر في الماء يسموه نبيذ، فهمت؟ في اللغة المعاصرة المصرية نبيذ معناه نوع من الخمر، في اللغة المعاصرة عند المصريين العرفية الحالية. لكن النبيذ في لغة الشرع هو ايه؟ التمر المنقوع في الماء او الزبيب المنقوع في الماء، لانك نبذته في الماء، بغض النظر عن انه بقى يسكر او لا يسكر، دي مسألة تانية، فهمت؟ فلما تيجي تشرح للمصريين كلمة النبيذ لازم تبين لهم ان النبيذ هو ايه؟ وضع التمر في الماء حتى ولو لم يكن مسكرا، اسمه النبيذ، واضح؟ بخلاف الايه؟ الاستعمال العرفي المصري الان.
وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبي أن أبا وهب الجيشاني سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل مسكر حرام. يبقى في البتع اللي بيتعمل من العسل وفي المزر اللي بيتعمل من ايه؟ من الذرة او الشعير او اي الحبوب حتى القمح، كانوا اي حاجة ياخدوها يحطوها شوية مية ويقفلوا عليها ويسيبوها ايه شهر اتنين يخمروها ويستعملوها خمر. كل ده منهي عنه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء، فإن لم يكن فتور من حجارة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا له النبيذ اللي هو التمر المخلوط في الماء في إيه؟ في قربة من جلد، يسموها سقاء، قربة من جلد، ولو مش موجود في تور، يعني إناء من حجارة. كويس، يبقى التور إناء من الحجارة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينبذ في الدباء والمزفة. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والبصر جميعا. البصر اللي هو إيه؟ اللي هو البلح قبل ما يتطمر وقبل ما يبقى رطب. بصر احنا نسميه بلح أحمر وبلح أصفر وبلح سماني، مش كده المصريين يسموه كده؟ فالبلح الناشف قبل ما يبقى رطب يسموه بصر. كويس، فقال ما تحطش تمر مع بصر ايه جميعا، ليه؟ لان ده يسارع في الاسكار، والتمر كذلك والزهو جميعا، تحط التمر مع البلح ايه الاحمر. البصر ده بيبقى قبل ما يحمر ويصفر، عارف لما تشوف التمر لسه كده مخدر قبل ما يحمر او يصفر ده اسمه يسموه بصر، لما يحمر ويصفر يسموه زهو، يعني بقى زاهي اللون. كل الانواع دي ما تخلطهاش مع التمر وانت بتنبذ في عصر النبي يعني صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه كان يسرع الى الاسكار، انما الان احط اللي تحطه، المهم ما تشربش مسكر. فهمت؟ وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابن وعله المصري انه سال ابن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راويه خمر. كانوا يعتبروا ان واحد اما يحب حد يجيب له ايه خمره معتقه كده فخمه، تبقى هديه فخمه كده. فطبعا ايه العرب عايشين طول عمرهم بيشربوا خمر، فيجي بعد قبائل العرب جايه تزور النبي جايبين له مع ايه راويه فيها خمر كده، يمسك هديه يعني تحفه من التحف. اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راويه خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ فقال لا، فسار انسانا الى جنبه فأمكلم واحد كده وشوش، فقال بما سررته؟ فقال أمرت أن يبيعه. قلت له طب بيعها، هذا الحرام بقى بيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعه، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهم، راح مكببه. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، باع الخمر، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها،
يعني سيحوها وباعوه. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال سمعت أبا الجويرية الجرمي يقول إني لأول العرب سأل ابن عباس رضي الله عنهما وهو مسند ظهره إلى الكعبة فسألته عن الباذقة. الباذق كلمة فارسية معربة بمعنى الخمر بس بالفارسي. الباذق كلمة كان العرب يستعملوها كتير في لغتهم لكن عارفين ان اصلها فارسي. فهمت؟ فسألته عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما اسكر فهو حرام. يعني هو الباذق بس اللي حرام، كل اللي يسكر حرام. فهمت؟ وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أهل العراق قالوا له إن نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبد الله إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن يسمع من الجن والإنس أني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتعوها، لا تبيعوها لا تشتروها ولا تعصروها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. لأن يعني الخمر عند المسلمين كالبول نجسة. حد يشرب بول وتملي يا أخي تلاقي ريحتها مقرفة وطعمها مقرفة. احنا بنشوفهم حتى في الأفلام أما يشربوا الخمرة وشه كده ينقش، يعني ده اللي إيه بيحط مية نار في بقه، يعني طعمها مقرف، يعني كانوا بيشرب بول يعني. فإزاي يعني لو أنت حتى يعني نقي الطبع والفطرة، شوف أجداد النبي ما كانش عندهم تشريع، ما هو لتنذر قوم ما انذر ابائهم، الا ان كل اجداد النبي واباء وامهات النبي واباء النبي لم يشربوا الخمر. حاجه غريبه. اعمامه شربوها. لكن الاباء اللي هم جايين بالصلب كده لا شربوا خمر ولا لعبوا ميسر قمار ولا زنوا ولا سجدوا لصنم. ربنا حميهم كده بالفطره. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده قالوا وتقلبك في الساجدين. يعني اي انسان فطرته سليمه حتى لو هو ما يعرفش شرع يشوف الخمر كده ويدوق طعمها ويشوف اثرها في جسم الانسان وانه يفقد عقله ويخلي الناس تضربه على قفاه، واخد بالك ازاي، ويتهزق يقول لك لا انا مش شربهاش لان يعني كده هتفقدني ايه احترامي حتى لنفسي، بلاش امام الناس. فاي انسان يعني فطرته سليمه يكرهها طعما من حيث الطعم وطبعا من حيث تاثيرها. شفت بقى؟ فعلشان كده ازاي بقى الناس تقبل انها تشرب بول؟ يعني نقطه خمر لو جت على ايدك بتعتبر نقطه بول جت عشان تصلي تروح تغسل لانها نجسه. فهمت؟ عشان كده قالك فانها رجس من عمل الشيطان. وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن واقل بن عمرو بن سعد بن معاذ عن سلمة بن عوف بن سلامة اخبراه عن محمود بن لبيد الانصاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فشكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقالها وقال لا يصلحنا الا هذا الشراب. يعني الارض هنا بارده والشراب ده بيدفينا شوية وبيقوي إيه مناعتنا ويخلينا ما يجيلناش أنفلونزا عشان بندفى بيه، وبالتالي ما يجيلناش الوباء ولا المرض. ده إيه يعني بيقولوا سيدنا عمر فوائد الخمر. فقال عمر اشربوا العسل هيديكوا طاقة كويسة ويرفع مناعتكم. فقالوا لا يصلحنا العسل، لا مش حلو مش حلو، بيسوي السنان أي كلمة. فقال رجال من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ فقال نعم. قال لهم طب ممكن نعمل الشراب اللي احنا بنشربه ده بس نشربه قبل ما يسكر، يعني قبل ما يبقى متخمر. فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث.
فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل عمر في إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط، فإيه مسك كده ورفع إيده لأي إيه بيمط معاه بعد ما إيه سخنوه، فتبعها يتمطط فقال هذا الطلاء، هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها لهم والله؟ فقال عمر كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم، لأن كان نوع ما يعرفش سيدنا عمر، هم عجبوه له وطبخوه قدامه وقالوا له ينفع؟ قالوا خلاص ينفع طالما ما بيسكرش. فسيدنا عبادة كان قاعد في الشام مدة أطول منه، فعارف طبيعهم في الإيه في الشغل، علشان كده قال له لا حللت ليهم يا عمر؟ قال لهم لا، انا ما حللش اللي حرمه ربنا، لو ده كان يؤدي الى حرام ماليش دعوه. فتبرأ من ذلك سيدنا. وعن ابي قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد انه اخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم انه شرب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر رضي الله عنه الحد تام، أن لما عرف أن الطلاء ده بيسكر فجلده. وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتجلد في ريح الشراب؟ فقال عطاء إن الريح لا يكون من الشراب الذي ليس فيه بأس، فإذا اجتمعوا جميعا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعا الحد تاما. قال الشافعي رضي الله عنه وقول عطاء مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يخالف. يعني مش مجرد ما تشم رائحة خمر من فم إنسان تقيم عليه الحد، لأن ممكن تشم رائحة خمر وتلاقيه عاقل مش سكران ولا حاجة. وفي بعض الأمراض بتعمل رائحة تحس إن إيه في رائحة كده غريبة منه كأنها رائحة شيء متخمر، زي الفشل الكبدي بيعمل الريحة دي، ريحة أمونيا تبقى طالعة من العيان كده. ففي بعض الإيه الأمراض وبرضه بعض حالات الفشل الكلوي ساعات تدي رائحة معينة في النفس، فرائحة النفس فقط ليست قرين على انه شرب، لازم يعترف او يكون فقد عقله بالفعل. فهمت؟ وعن أبي قال اخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج فصلى على جنازة فسمعه السائب يقول إني وجدت من عبيد الله وأصحابي ريح الشراب وأنا سائل عما شربوا، فإن كان مسكرا حددتهم. قال سفيان فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه حضرهم يحدهم، يعني أقام عليهم الحد لما اتضح أن الشراب اللي شربوه ده مسكر وإن كانوا هم غير سكارى. فهمت بقى إزاي؟ وعن أبي قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب تاني مرة فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه ثالث مرة، طب ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة، ودي رواية ضعيفة لم يأخذ بها الفقهاء، لو شرب 100 مرة يجلد 100 مرة، عمر ما إنسان يقتل عشان شرب خمر، إلا لو شرب فسكر فقتل يبقى يقتل. واضح؟ فأتي برجل قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ثم أتي به قد شرب فجلده ووضع القتل وصارت رخصة. وضع القتل يعني لم يفعلوا بالقتل، يعني لم يقتلوا أحد لشرب خمر مهما تعددت منه مرته. قال سفيان قال الزهري المنصور بن المعتبر ومخول كونا وافدي العراق بهذا
الحديث، يعني أبلغوا أهل العراق بالحديث ده، لأحسن إيه يقتلوا اللي شرب للمرة الرابعة. ونقف عند هذا الحد، نكمل يوم الاثنين القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك كلماتك وكما تحب وترضى. البوزة اللي هي تسكر خلاص حرام، لأنها تسكر طالما مخمرة. انت لو شبتها وحسيت فيها طعم انها حمضة بلغة المصريين تفاح على طول وتمضمض مش شباب كويس. وجوزة الطيب قالوا اذا بلغ حد الافطاء التفتير، يعني استعملها كمية كبيرة، فهي مفتر، مفتر يعني ترخي الاعصاب كده، يبقى حرام. لكن لو كمية قليلة لنكهة الطعام جائز. ده بالنسبة لجوزة